شاركت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في منتدى وزراء الثقافة الذي أقيم على هامش الدورة 40 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد كبير من وزراء ومسؤولي قطاعات الثقافة في أكثر من 140 بلدا، وتواجد ممثلي منظمات دولية معنية بالعمل الثقافي في العالم. قالت معاليها إن البحرين تسعى لتأسيس بنى تحتية ثقافية تمكنها من تحقيق العديد من المنجزات وتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى أن تسجيل طريق اللؤلؤ على قائمة التراث العالمي الإنساني يعد نموذجا عالميا للتنمية المستدامة وخلق فرص العمل، حيث تم تقديم الموقع كمثال وطني وعالمي لكيفية إحياء المناطق التاريخية ورفع مستوى الوعي الوطني بالثروات الحضارية التي تنفرد بها المنطقة وتشجيع استثمار المكتسبات الحضرية. أكدت معاليها أن مشروع موقع طريق اللؤلؤ ساهم في تعزيز البنية التحتية في مدينة المحرق وارتقى بالأحياء المحيطة به عبر توفير فرص جاذبة للاستثمار، مشيرة إلى أن المشروع أنعش الممارسات الاجتماعية والاقتصادية وعزز أدوار الحرفيين والصناعات التقليدية في المدينة. يناقش منتدى وزراء الثقافة وضع الثقافة في السياسات الحكومية العامة حول العالم وتأثير العمل الثقافي على التنمية المستدامة، ويشكل هذا المنتدى فرصة لتحقيق تقدم في دور الثقافة في التنمية.